بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ من شرح عين الترمذي الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين. كنا يعني نتكلم على إيه؟ يعني يتكلم عن راوي ويكون أولاده جميعا ضعفاء وهكذا، هذا نستفيد منه لسهولة الحفظ، لسهولة الحفظ، فالأمر هين، يعني هذا هو المطلوب منك في هذا الباب، لكن نتوقف أحيانا للفوائد، لكن الأمر هين وننبه أيضا يعني تحرير كل واحد من المذكورين يحتاج إلى وقفة يعني. لكن هنا نأخذه إجمالا. وقفنا عند قوله ومنهم محمد بن عبيد الله العرزمي، صحيح؟ قال ضعيف الحديث، قد ذكرنا له ترجمة مفردة فيما تقدم، وقد تكرر ذكره في الكتاب كثير. وابنه عبد الرحمن ابن محمد ابن عبيد الله، وابنه اللي هو ابن عبد الرحمن يعني حفيد محمد ابن عبيد العرزمي، وابنه محمد ابن عبد الرحمن ابن محمد، كلهم ضعفاء. قال الدارقطني فيما نقله عنه البرقاني، محمد ابن عبد الرحمن متروك وأبوه وجده، وابن أخي محمد عباد ابن أحمد ابن عبد الرحمن العرزامي، قال الدارقطني هو متروك أيضا، وراى ابن شهيل من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال سمعت أبي اللي هو عثمان بن أبي شيبة يقول ذكرت لأبي نعيم، أبو نعيم من ليس صاحب الحلية طبعا، ليس صاحب الحلية، صاحب الحلية متأخر وقلما يأتي فيه هذا كلامه في الجرح والتعديل بهذه الطريقة يعني. ذكرت لأبي نعيم اللي هو الفضل بن دكين عبد الرحمن، إذا عبد هي إيه؟ المفعول ذكرته لأبي نعيم عبد الرحمن، عبد الرحمن ليس بدل، لا هو مفعول، ذكرته لأبي نعيم عبد الرحمن ابن محمد ابن عبيد الله العرزامي، فقال كان هؤلاء أهل بيت يتوارثون الضعف قرنا بعد قرن. ومنهم ولد عبد العزيز بن عمر، لم يدخل عبد العزيز فيهم، هو قال ولد. ولد عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، قال أبو حاتم الرازي هم ثلاثة إخوة، لكن هو إيه المحقق قال إيه إنه مجهول الحال، لكن ابن رجب لم يذكر فيه. محمد، هؤلاء الآن سيفصل في أولاد عبد العزيز، محمد وعبد الله وعمران. أولاد عبد العزيز ابن عمر هؤلاء الثلاثة، وهم ضعفاء الحديث، ليس لهم حديث مستقيم، انتهى. لكن أحيانا في بعض الكتب المتقدمة يعني هو يكتفي، مثلا هو ذكر عبد العزيز ولو أولاد ثلاثة فلان وفلان وفلان وكلهم ضعفاء، فأنا أحيانا يكون معي في السند أحد هؤلاء الأولاد فأبحث عنه فلا أجده في الكتاب، السبب أنه يمكن أن يكتفي بذكر ما ذكره أول مرة في ترجمة أبيه ويكتفي بذلك، وأنت تجد مثلا ضعفه أبو حاتم وتذهب هذه ترجمة غير موجودة أصلا، فانتبه لمثل ذلك. والعمران ابن يقال له عبد العزيز يكنى بأبي ثابت، ويقال له أيضا ابن أبي ثابت، فإن أباه يكنى بأبي ثابت أيضا، وهو أيضا ضعيف جدا. ولمحمد اللي هو أحد الأولاد الثلاثة، ولمحمد ابن عبد العزيز ابنان، أحدهما إبراهيم يروي عنه يعقوب الزهري
وإبراهيم ابن المنذر. ذكره يعني ذكر إبراهيم هذا، إبراهيم ابن محمد ابن عبد العزيز، ذكره البخاري في كتاب الضعفاء وقال منكر، منكر الحديث، سكتوا عنه. وقال ابن عدي عامة حديثه مناكير ولا يشبه حديثه حديث أهل الصدق. قال يعقوب ابن شيبة لا علم لي به، إذن لا علم له به لكن غيره قد علمه. والآخر أحمد يروي عن كتاب أبي ويروي عنه عبد الله ابن شبيب. أنا لم أجد ترجمة أحمد مستقلة، لكن يروي عن كتاب أبي وأبوه ضعيف، إذن لو روى أحاديث أبي سيكون الحديث ضعيفا. وقال يروي عنه عبد الله ابن شبيب، يعني ابن شبيب هذا قال أخباري علامة لكنه واهن، يعني في التاريخ عنده علم في التاريخ لكن في الحديث واهن. ومنهم ولد سلمة ابن كهيل، هو سلمة ثقة كما في التحقيق، وله ابنان يحيى ومحمد. فأما يحيى فضعيف جدا، وأما محمد فقد ضعف أيضا وهو أصلح من يحيى. وقال أبو زرعة والرازي هو ضعيف قريب من أخيه يعني يحيى. وليحيى ابن اسمه إسماعيل، قال في الدارقطني متروك. ولإسماعيل ابن يحيى ابن اسمه إبراهيم منكر الحديث ضعفه غير واحد. هنا أظن واضح. الآن سننتقل إلى قاعدة جديدة، وهي قاعدة في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه. إذا أنا عندي راوي صحابي مثلا، هذا الصحابي يروي حكما ويفتي بخلاف الحديث الذي رواه هو نفسه، مفهوم؟ يعني هناك فرق بين مثلا أبو هريرة يروي حديث وابن عباس يفتي بخلافه، ربما لم يصله الحديث مثلا، لكن القضية هنا أن الراوي يروي حديثا وهو نفسه يفتي بخلاف ذلك أو ينكر ذلك في حديث آخر. فإذا وجدنا ذلك فهو يقول قاعدة في تضعيف، فكأن القاعدة قد يكون طبعا لها شواذ، أو نستطيع أن نجمع بين الأمرين ولا نرد. أحيانا يكون هناك فرصة لذلك، وأحيانا لا تكون هناك فرصة، مثل الإنكار مثلا، أو يفتي بخلاف ذلك بخلاف الحديث، وفي الحديث يقول مثلا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، لكن لو لم يقل ذلك، لم يصرح بالسماع أو بالرؤية، يمكن أن يكون مرسل صحابي، ممكن أن يكون مرسل صحابي. لكن إن قال رأيته النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يمسح الخفين ثم يشاهد صحابي آخر وينكر عليه المسعى على الخفين، كيف يكون ذلك؟ فهنا يكون لا توجد فرصة للتأويل، فهنا سنرد الحديث يكون الأقوى. ما التطرقات دي يعني قلنا إيه، قد تكون مقبولة في بعض الأشياء، لكن لما سنذكر الأحاديث التي ذكرها ستجد أحيانا مثل ما تقول، لكن أحيانا لن نعرف. سيدي هذا الراوي لابد أن يكون فقيها؟ لا. لكن هو طالما روى ما يخالف رأيه في الغالب يعني إذن هو ينقل عنه الفقه. نعم صحيح. وعموما الأمثلة التي ذكرها هنا إيه؟ عن الصحابة فقط يعني، لكن هي قاعدة ولم يقيدها بالصحابة، لكن الأمثلة كانت عن الصحابة. مفهوم؟ فيقول قد ضعف الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا. إذن هو أخذها بالاستقراء
كثير أكثر، بل قال أكثر، أكثر حفاظ منهم الإمام أحمد يضاعف بهذا. إذن فهي قاعدة، وإن نوقش بعض أفرادها. الآن بالأمثلة سيتضح المقام. يقول: فمنها أحاديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، هذا أخرجه ابن ماجه، أخرجه ابن ماجه في رقم 5555، أخرجه في التحقيق. لا، وأنا أيضا لم يخرجه عندي يعني. إذن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين عند ابن ماجه قال ضعفها أحمد ومسلم وغير واحد، وقالوا يعني الدليل على الضعف، وقالوا أبو هريرة ينكر المسح على الخفين فلا يصح له فيه رواية. طب أنت لما يعني من العجيب في التخريج والتعليق على ابن ماجه أكثر من شيخ يعني. لما تذهب إلى ابن ماجه، أنا وقفت على اثنين يعني، كلاهما يقول هو أبو هريرة يروي على المسعى الخفين على النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي في الهامش ويقول صحيح لغيره، فيضاعف إيه السند فيه ضعف لكن يصح بغير. المسح على الخفين صحيح، لكن كان ينبغي ان تحكم على هذه ايه على هذا الاسناد وعن الصحابي عن صحابيه خاصه، فتقول لا يصح عن ابي هريره لكن المتن صحيح ورد من كذا وكذا وكذا، لكن تقول صحيح لغير ده طبعا. وهذا هو الفارق بين الحفاظ و متعلمي الحديث. نقول هناك أشياء لا تجدها لمحقق ولا لعالم، مثل إيه فلان أحاديثه تشبه حديث فلان، قلنا لا تجد هذا يعني. وهذا أيضا هذه القاعدة يعني قلما تجدها مطبقة، والدليل هذا هو يعني حديث ابن ماجه يقول صحيح لغيره كذا كذا آخر في فلان مثلا، ولكن له شواهد كذا كذا كذا. لا، ماشي، مفهوم كلام. ومن أحاديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين أيضا، هذا أخرجه الطيالسي في مسنده رقم 14. أنكرها أحمد وقال ابن عمر أنكر على سعد المسح على الخفين، فكيف يكون عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه رواية؟ يعني هو أنكر على سعد ابن أبي وقاص، ولما رجع إلى أبيه قال اتبع ما يقول به سعد. إذن هو كان ينكر. المشكلة أنه حديث ابن عمر عند الطيالسي يقول في إيه؟ ويقول فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. لا، لو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين ممكن تكون بعد مسألة سعد هو تعلمها، فصار يذكر حديث سعد مرسلا لا يذكر فيه سعد بن أبي وقاص، يسقطه ويكون من مرسل الصحابة، لكن يقول فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، لا، مفهوم؟ فهنا لا يأتي الاحتمال. ومنها حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمستحاضة دعي الصلاة أيام أقرائك، دعي الصلاة أيام أقرائك يعني أيام إيه؟ الحيض. إذن القرء هو الحيض، يؤخذ من هذا الحديث أن القرء هو الحيض، صح؟ لكن عائشة تفتي تقول القرء هو الطهر. قال أحمد كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطأ،
لأن عائشة تقول الأقراء الأطهار لا الحيض، وهذا إيه رواه مالك وغيره بإسناد صحيح عنه. لكن هو حديث للصحابة يعني يروى بألفاظ غير هذا، يعني بلفظ إيه دعي أيام أقرائك، يعني مثلا إيه إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة ماشي، هذا صحيح إذا أقبلت الحيضة، لكن استخدام لفظ الأقراء مكان الحيض لا، لا غير مره. إذا هذا يعني ربما تستفيد منه أن الرواية بالمعنى غير مقبولة، ولهذا كانوا يشددون في الرواية بالمعنى. هنا روى الحديث ربما، يعني ربما روى الحديث بالمعنى، هو عنده مذهبه أن القرء هو الحيض، فبدلا من أن يقول أيام حيضتك قال أيام أقراء. ولذلك يعني كان يشددون لا يروي الحديث بالمعنى إلا من كان عالما باللغة وعالما أيضا بالفقه، ها؟ لأن اللغة تقبل، لكن الفقه وخاصة المحدث الذي يجمع الفقه مع الحديث. يعني بغض النظر طبعا عن إيه الراجح هذه مسألة أخرى، لكن نحن نقول هنا أن إيه لا يقبل من إيه من روى عن عائشة بهذا، غير مقبول. إذن يعلي هنا إيه يعلي المتن، هذه الكلمة خطأ، أصل الحديث صحيح مثلا، لكن هذه الكلمة غير مقبولة. سيدي هنا بلفظ الحيضة هي من جوامع الكلم هنا، حيض حيضة إذا أقبلت الصلاة، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة الحيضة، يعني من جوامع الكلم لأنه يشمل ما هذا المعنى الطهر أو معنى الحيض. لا لا ده هو تخصيص، تخصيص لأحد المعنيين. ومنها حديث طاووس عن ابن عباس في الطلاق الثلاث، هذا إيه تقدم وأخرجه مسلم، هذا في مسلم أن الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت واحدة حتى جعل عمر ثلاث، صحيح؟ هذا مشهور وقد سبق. طيب إذا هذا يروى عنه مرفوعا في أنها واحدة، لكن أخرج أبو داود في سننه برقم 2117 بأن ابن عباس أفتى بأنها بائنة، أبو داود أفتى عن ابن عباس بأنها بائنة، الذي يطلق ثلاثا بنت منه امرأته. فهنا تطبق القاعدة ويمكن المناقشة، المناقشة ممكن تأتي من إيه؟ من أنه ربما لما أفتى به عمر قال لدى عمر مثلا، يعني صحيح؟ لكن في القاعدة ونقبل المناقشة فيها. ومنها حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة على الجنازة، في فضلها، لأنه لما سمع أبا هريرة فقال فرطنا، قد فرطنا في قراريط كثيرة، إذن لم يكن هو يعلم بفضل صلاة الجنازة، هو يعلم صلاة الجنازة، لكن فضل صلاة الجنازة وأن من صلى الجنازة له قراط ومن اتبعها له قراط وهكذا لا. فلما يذكر أو يأتي حديث عن ابن عمر في فضل الصلاة عن الجنازة، لا هو لا يعلم، إلا أن نقول أرسله مثلا. لكن لو قال كما تقدم في حديث المسعى الخفين، لو قال رأيت أو سمعت، هذا لا يقبل إيه المناقشة ومحاولة التأويل، يسد علينا البيان. وذكر الترمذي هذا في العلل عن البخاري أنه قال ليس بشيء، ابن عمر أنكر على أبي هريرة حديثه، إذن ورد من كلام أحمد، وهنا ورد مسألة النقد بالقاعدة عن البخاري أيضا، البخاري هنا استخدم القاعدة، صحيح؟ البخاري استخدم القاعدة كأحمد، يعني نحن نريد إيه
استخدام الحفاظ للقاعدة. ممكن أن تناقشه، لكن هو يرى القاعدة صحيحة، وقد يخرج هذا الفرد من القاعدة، لكن يبقى الاحتجاج بالقاعدة. الاحتجاج بالقاعدة شيء، ومسألة تحرير المسألة شيء آخر. ومن حديث عائشة: لا نكاح إلا بولي، أعله أحمد في رواية عنه، رواية فقط يعني، بأن عائشة عملت بخلافه. عائشة زوجت ابنة أخيها وهو غائب بالشام، ومنها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصبي هل هذا حج؟ قال نعم. هذا الحديث إيه؟ في مسلم، صحيح؟ في مسلم. رده البخاري بأن ابن عباس كان يقول: أيما صبي حج به ثم أدرك، يعني بلغ، فعليه الحج. هذا يعني صراحة لم أفهمها جيدا، إلا على مراد إيه؟ أن ابن عباس إلا إذا حملنا الحديث على ظاهره، لهذا حج يعني قال نعم، يعني يكون إيه؟ مسقطا له للفريضة حتى ولو بلغ، لهذا الفهم فقط. لكن لو قلنا إن هذا لهذا حج يعني نعم يؤجر عليه، وهي مسألة خلافية هل يؤجر عليه أو لا، فلو قلنا يؤجر عليه لكن عليه الحج إذا أدرك، إذا بلغ يجب عليه الحج مرة أخرى، صح؟ فلو قلنا بهذا المعنى فقول ابن عباس أيما صبي حج به ثم أدرك فعليه الحج لا مخالفة بينه وبين الحديث السابق. متى تكون المخالفة؟ لو قلنا إن معنى الحديث المرفوع لما سئل عن الصبي قال هذا حج قال نعم، يعني يسقط عنه الفرض مطلقا. هنا نقول لا، ابن عباس يقول ثم أدرك فعليه الحج، فيه مخالفة. لكن لو فهمنا الحديث أنه يعني له ثواب مثلا، ولكن عليه الحج كما هو قول كثير من الفقهاء، لا مخالفة فيه. إذا تكون المخالفة على رأي من إيه؟ من يقول بأنه إذا حج الصبي سقطت عنه حجة الإسلام. هنا يكون التعارض، وإلا ليس تعارض. واضح؟ طيب هذه القاعدة كانت إيه؟ إذا هناك حديث يرويه راوي، وهو ونفس الراوي يفتي بخلافه. خلاص؟ القاعدة التي هنا لا، هناك حديثان مرفوعان يرويهما صحابي واحد، وهذا يخالف هذا. الأول حديث يخالف الرأي، لكن هنا حديث يخالف الحديث من نفس رواية الراوي الواحد، صحيح؟ وليس ما يخالف، لأن بعض المحققين يعني يقول الجمع بين هذا، لا، جمع بين ماذا إيه؟ جمع هذا بين حديث صحابي وصحابي آخر تجمع، لكن الآن لا، صحابي الواحد مفهوم. لكن في الظاهر تعارض، في الظاهر مخالف. لو أمكننا الجمع سيكون في الظاهر، لم يمكن لا، ليس في الظاهر بل في الباطن. طيب في تضعيف أحاديث رويت عن بعض الصحابة والصحيح عنهم، يعني عن هؤلاء الصحابة، رواية ما يخالفها. مثاله بقى، فمن ذلك حديث سعد بن سعيد عن عمرو عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صلاتين، صلاة بعد العصر إلى الحديث. إذا هناك نهي عن الصلاة بعد العصر، أنكره أحمد والدارقطني وغيرهما. قال الدارقطني المحفوظ عنها أنها قالت: ما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر إلا صلى ركعتين. هذا مثال، احنا قلنا ايه؟ لا نحرر المسألة، لكن مثال
إذن الدارقطني استخدم القاعدة وأحمد استخدم القاعدة. حتى لو لك رأي آخر فالرأي لا يخضع في القاعدة بل يخضع في المثال فقط. واضح؟ ومن ذلك حديث يزيد الرشك وقتادة كلاهما عن معاذة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. أنكروا أحمد والأثرم وابن عبد البر وغيره. لأن القاعدة معنى إيه؟ أضفنا إليه الأثرم وابن عبد البر وغيرهم إيه؟ مبهم. وردوه بأن صحيح عن عائشة قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط. هذا إيه متفق عليه. الحديث الأول في مسلم. والنسائي أيضا لما رجعت وجدت النسائي أخرج حديث معاذ عن عائشة في السنن الكبرى رقم 481 بعد انتهاء الرواية قال خالفها اللي هي معاذة يعني لأن معاذة هي اللي تروي عن عائشة. قال النسائي خالفها عروة ثم ذكر الحديث إيه؟ الحديث الثاني اللي هو ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط. إذا جعل معاذة روت صلاة الضحى وعروة نفاه. فهو النساء انتبه لذلك طبعا النساء عالم كبير يعني لكن كلامه قليل في السنة. فبعد أن أخرج هذه الرواية قال خلفها عروة ثم ذكر الحديث الثاني من رواية عروة عن عائشة. يعني وإن لم يجزم لكن هو أيضا كأنه يشير إلى القاعدة. ولهنا واضح يعني إذن معنى قاعدة مخالفة الراوي لما يروي. وهناك إذا روى حديثين كلاهما يناقض الآخر سواء في الظاهر أو في الظاهر والباطن لكن استخدم القاعدة غير واحد كما قرأنا. يعني خاتم الكتاب بفصل قال قد ذكرنا في كتاب العلم يعني هو يشرح الترمذي يعني فضل علم علل الحديث وشرفه وعزته ندرته يعني وقلة أهله المتحققين به من بين الحفاظ والمحدثين. ممكن الحافظ يطلق الحافظ على الذي يحفظ كثيرا ويفهم في العلل وغيرها وأحيانا يطلق على الذي يحفظ فقط ولا يكون له دراية. وقد صنفت فيه كتب كثيرة مفردة. إذا العلل قد تكون غير مفردة مبثوثة في الكتب مثل كلام النسائي. فهذا علل لا تلتقطها أنت من الكتاب. لكن هناك كتب مفردة بعضها غير مرتبة كالعلل المنقول عن يحيى القطان وعلي بن المديني وأحمد ويحيى وغيرهم غير مرتب. قد يكون في ترجمة راوي قد يكون في شرح حديث وهكذا. وبعضها مرتبة والترتيب أيضا سيختلف. ثم منها ما رتب على المسانيد. إذا أردت أن تبحث لابد أن تعرف صحابي الحديث وتذهب إلى مسنده مسند علي مسند أنس كعلل الدارقطني. وكذلك مسند علي بن المديني ومسند يعقوب بن شيبة هما في الحقيقة موضوعان لعلل الحديث. يعني مسند علي ومسند يعقوب أصلا وضع للعلل لكن رتب هذه العلل على المسانيد. فإن قلت مثلا أخرجه يعقوب بن شيبة في مسنده يعني لا يفرح به لأن الأصل في الكتاب أنه العلل. فاذهب إلى هناك هل هو أعله ولا لم يعله مفهوم. ومنها ما هو مرتب طبعا غير موجود يعقوب قطعة صغيرة جدا يعني لكن لو اطلعت عليها ستعرف منهج الكتاب إنها العمليين. ومنها ما هو مرتب على الأبواب كعلل ابن أبي حاتم. أبو هريرة عنده نسخة أبواب الفقه
والعلل لأبي بكر الخلال الحنبلي موجود منه قطع، وكتاب العلل للترمذي اللي هو الكبير أو الذي يطلق عليه الكبير يعني، أوله مرتب وأواخره غير مرتب. هو رتبه، الذي رتبه رتبه على الأبواب، لكن هناك أشياء لم يدري كيف يرتبها فوضعها هكذا كما هي. فإذن هو يتكلم عن التصنيف فيه، لكن هو الإنسان المشكلة في الإنسان ينسى يعني، أنت بعد عدة أعوام ستنسى هذه الأحاديث التي وعلت. الحل أنك تذهب وتنقل أو تشير حتى مثلا حديث ابن ماجة، تذهب إلى ابن ماجة تقول فيه علة، انظر ابن رجب كذا كذا، وإلا بعد ذلك ستذهب إلى ابن ماجة وتنقل كلام المحقق صحيح لغيره وتنسى ما هنا صحيح، تفريغ ما يكون في غير المظان وتذهب وتقول. ولذلك ينبغي لك أن تكون هناك نسخ ثابتة لك، حتى لو طبعت طبعات أخرى يكون صحيح. وقد ذكر أبو داود في رسالته، رسالته إلى أهل مكة مشهورة مطبوعة كثيرا، أنه ضرر، هنا ضمير الشأن يعني، ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث. لماذا؟ لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا، لا يتعملون ولا يفيدهم شيء يعني. استعمال الحكمة في نقل العلم وتبليغ، طلبة حديث تتكلم معهم كيفما شئت، عوام لا يفهمون في الأول كيف يكون حديث صعب يعني ضعيف. كان رجل كبير يعتكف معنا قديما ومعه إحياء علوم الدين، فالشيخ الغزالي يذكر الحديث وهو ينزل في تخريج العراقي، يقول أخرجه فلان عن عائشة وهو ضعيف، يقول عائشة ضعيف، كيف عائشة ضعيف؟ يعني هو يظن أن العراقي يقصد اتهام عائشة أو يتهم أنس أو هكذا. طيب صعب جدا، لا يفهم. مفهوم؟ إذا يعني أنت تتعلم الحديث لكن كيف تنشره وتنشر العلوم يحتاج إلى حكمة يعني، وإلا يحدث ضررا، لأن في الأول العوام يكون كمثال الذي الشيخ الذي ذكرته لكم، لكن لو تكرر هذا الكلام كثيرا واقتنعوا، هناك طبعا علماء يحبونه ويوقرونه، فإذا قالوا ضعيف ضعيف ضعيف، الآفة أن تنقلب عندهم قناعة بالتشكيك في السنة، ويكون أهلا أو مؤهلا لأن يتقبل التشكيك من هؤلاء الذين تعلمونه. مفهوم؟ يعني إما أنه يعني لا يفهم كيف يكون الحديث ضعيف عن الصحابي، أو بعد ذلك ينقلب إلى أنه يقبل التشكيك في السنة إجمالا ممن ينكر السنة أو ربما يريد هدم الإسلام. وقد تسلط كثير ممن يطعن في أهل الحديث عليه، هو لا يحب أهل الحديث يعني، يريد الفقه بالرأي. نسيت. وهذا كما قال أبو داود، فإن العامة تقصر أفهامهم عن مثل ذلك، وربما ساء ظنهم بالحديث جملة إذا سمعوا ذلك، وهذا ما وقع فعلا الآن يعني. طلبة الحديث أحبوا الحديث وحبوا الدفاع عن الحديث وغربلة الحديث وهكذا، لكن حدثت مبالغة، بعض الناس وقع في ذلك. وقد تسلط، وهذا طبعا ينبغي أن تعلمه أنت طالب حديثه، هذا كلام من؟ هذا كلام ابن رجب الحنبلي، وهو إمام للمحدثين وإمام من أهل السنة، وأبو داود كذلك إمام للمحدثين وإمام أهل السنة، هو الذي يقول ليس أنا ولا فلان، إن لو قلت أنا يعني يتشكك من أنت يعني،
وما غرضك في ذلك؟ لأن الناس الآن فعلا يشككون في الحديث أو يريدون قبول كل شيء، لكن لما نأتي بمثل هؤلاء كلام هؤلاء يقبل إن شاء الله. فهمت؟ عشان أبو هريرة كل شوية يأتيني بالفيس يقولون كذا وكذا ويدخل معهم في معركة. لا، لما تأتي مثل هذا خلاص أنت تبلغ، وفي نفس الوقت خلاص لا، لست أنا الذي قلت ذلك، ابن رجب، أبو داود، فالجميع يقبل. وقد تسلط كثير ممن يطعن في أهل الحديث عليهم بذكر شيء من هذه العلل، مثل الآن مثلا يقول البخاري، أنت تقولون البخاري يعني طيب مثلا البخاري يروي عن أكرم، فلان يروي عن مش عارف ايه، فالعامي طبعا هو كان يوسط، حتى طالب العلم ربما لا يعرف كيف. وكان مقصوده بذلك الطعن في الحديث جملة والتشكيك فيه، إذن هذا أمر قديم، أو الطعن في غير حديث أهل الحجاز، يحدث إيه؟ تعصب، تعصب. يعني أنا أقبل الحديث وأقبل السنة، لكن لا أريد أن أقبل حديث العراق، فاهم؟ أو قد تكون المسألة مثلا في المذاهب العقائدية أو حتى في الفروع، فيتعصب ويطعن ويشتد، لا. أو الطعن في غير حديث أهل الحجاز كما فعله حسين الكرابيسي في كتابه الذي سماه بكتاب المدلسين، قد ذكر كتابه هذا الإمام أحمد فذمه ذما شديدا، كذلك أنكره عليه أبو ثور وغيره من العلماء. قال المروزي، طيب المروزي بالزي ولا بالذال؟ بالذال؟ ذل؟ المروذي، المروذي. قال مضيت إلى الكرابيسي، الكرابيسي هذا اسمه الحسين بن علي صاحب الإمام الشافعي، كان فقيها، وهو إذ ذاك مسطور يذب عن السنة، يدافع عن السنة يعني، ويظهر نصرة أبي عبد الله، مسألة بقى خلق القرآن وأيام الفتن يعني. فقلت له، من القائل؟ المروذ يعني، إن كتاب المدلسين يريدون أن يعرضوه على أبي عبد الله، فأظهر إنك قد ندمت يعني على ما أشيع عنك من بعض المخالفات، حتى أخبر أبا عبد الله، فقال لي إن أبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، وقد رضيت أن يعرض كتابي عليه. وقال قد سألني أبو ثور، طبعا الفقيه المشهور اسمه إبراهيم بن خالد، وابن عقيل، يعني هذا لم أصل إلى ترجمته ولم أعرف من هو، وحبيش، حبيش هذا اسمه حبيش بن مبشر، ثقة فقيه من أصحاب أحمد، أن أضرب على هذا الكتاب. يعني قالوا له اضرب على هذا الكتاب، الغيه يعني، اضرب هكذا بالقلم يعني، لا تحدث به. فأبيت عليهم وقلت بل أزيد فيه، ولج في ذلك وأبى أن يرجع عنه، تمادى في المجادله وابى. طبعا هو كان في مؤاخذات، هو الان ستدري يعني لماذا هذا الكلام مع الكرابيسي يعني، بس اصحاب الشافعي، لكن هو كان يريد ايه؟ ان يطعن على رواه، ما هو حديث اهل العراق كيف سيكون؟ من طريق الرواه، فيطعن مثلا في الاعمش ويدافع عن ايه؟ عملت كل ما فيه من اسانيد اهل المدينه او نحوه. فجيء بالكتاب الى ابي عبد الله وهو لا يدري من وضع الكتاب، يعني قيل للامام احمد سنقر عليه الكتاب بعض المصنفين، اذا هو لم يتخذ قرارا اوليا ببغض هذا الكتاب. صح؟ هو قيل له كتاب خلاص اسمع. وكان في الكتاب الطعن على الاعمش، تخيل، والنصرة للحسن بن صالح. الحسن بن صالح يعني هو ايضا من ائمة الحديث يعني، لكن هو ايه؟ كان يرى السيف على ائمة الجور. يعني يقول اي حاكم ظالم انا ساخرج عليه بالسيف، او يجوز الخروج عليه بالسيف يعني. فهمنا؟
إذن لما طعن على الأعمش يعني كيف يطعن الأعمش وينتصر للحسن بن صالح؟ ماشي، الحسن بن صالح لو وثقه كان مقبولا، لكن هو ما سيأتي في الفقرة التالية ويقول لي: وكان في الكتاب إن قلتم إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج، يعني يخرج بالسيف على أئمة الجور، فهذا ابن الزبير قد خرج. ممكن يقول لك والحسين أيضا، لكن هو لم يذكر الحسين، يعني مفهوم؟ إذن هو يروج للرأي الآخر، لكن الإمام أحمد لم يغضب من أنه يعني ينتصر الحسن بن صالح، لا، ينتصر له في هذا الجزئية يعني. إذن في طعنية في الأعمش، وأنه إيه يعني يروج لرأي الخوارج. والإمام أحمد يعني ما مان له من الحاكم وضرب وسجن وأهين، إلا أنه لا يغير رأيه، لأن هذا دين، هذا دين. لو كان الأمر بالهوى لخرج، أو على الأقل لصرح أو فرح بمثل هذا، صح؟ لكن لا، حتى لو أذيت أنا من الحاكم لا أخرج، إن هذا دين. فهم؟ فلما قرئ على أبي عبد الله قال: هذا قد جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به. صار يجمع لهم الشبهات يعني، حذروا عن هذا ونهى عنه. عرفت؟ إذا إيه؟ لما قالوا له: فأظهر أنك قد ندمت، عرفت ما هو الندم على مثل هذه الأمور، كان يتكلم فيها واشتهرت عنه. وقد تسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في الطعن على أهل الحديث، لأنه يقول إيه: ترون على الأعمش، البخاري يروى عن الأعمش، مسلم يروى عن الأعمش، طيب الكرابيسي يقول كذا وكذا وكذا، هكذا يفعلون. ولذلك الإنسان يعني يحتاط في المتقدمين حتى في المعاصرين، قد يكون صاحب هوى، مفهوم؟ ويعرف انك مثلا لست على مذهب فلان، فياتي ويريدك ان تطعن حتى يقول الشيخ فلان كذا كذا، لكنه خبيث اصلا، فبد الانسان يحتاط، صح؟ قد تسلط بهذا الكتاب طوائف من اهل البدع من المعتزله وغيرهم في الطعن على اهل الحديث، كابن عباد الصاحب ونحوه، كذلك بعض اهل الحديث ينقل منه دسائس، اما انه يخفى عليه امرها لا ينتبه، أو لا يخفى عليه في الطعن على الأعمش ونحوه كيعقوب الفسوي وغيره، لأنه حافظ حجة، فإذا طعن في الأعمش يعني يريد إيه؟ مثل السابق يعني، يريد أن يحتج بحديث أهل الحجاز، لكن لو أسقطنا حديث الأعمش ستسقط سنة، والسنة وحي، تسقط وحي، كأنك أخذت جزءا من القرآن مثلا يعني، وأزلته، لا. الله أرسل الدين للناس جميعا، ليس من أجل فلان أو فلان. وأما أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة فإنما يذكرون إلى الحديث نصيحة للدين وحفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصيانة لها عن الدخيل وتمييزا مما يدخل على رواتها من الغلط والسهو والوهم إن كانوا ثقات، ولا يوجب ذلك عندهم طعنا في غير الأحاديث المعللة، ليس في جملة الأحاديث، بل تقوى بذلك الأحاديث السليمة، سليمة عندهم لبراءتها من العلل وسلامتها من الآفات، يعرفون قيمتها. فهؤلاء هم العارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وهم النقاد الجهابذة، جمع جهبذ وهو الناقد الخبير، الذين ينتقدون الحديث انتقاد الصيرفي الحاذق للنقد البهرج مزيف من الخالص، وانتقاد الجوهري الحاذق للجوهر مما دلس به الذي يعرف الجواهر. وقد انتهى الكلام على كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي رحمه الله ورضي عنه، والله تعالى المسؤول أن يجعله هذا الشرح يعني خالصا لوجه الكريم وموجبا للفوز برضوانه في جنة النعيم، وأن ينفع به صاحبه وكاتبه وقارئه وسمعه أيضا إن شاء الله في الدنيا والآخرة، وأن يجعله سببا لإحياء علوم السنن التي هي مهجورة داثرة، يعني ذهبت، ذهب أثرها،
وألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وألا يجعل سعينا ونصبنا في العلم يذهب ضلالا، بمنه وكرمه إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، لا يرد سؤالا ولا يخيب آمالا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين، تم الكتاب بحمد الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.